أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو سأشرح بعض المهارات المستخدمة في بعض الأغاني، مثلاً أغنية محمد عبد الوهاب كل ذا كان لي على مقام البيان، عندما يقول حني قلبي لي. هذه الحركات تستخدم للتطريب. العلامات لهذه الجملة يعني بعد حني قلبي إلي لا صنفة، يعني أصل النوتة حني قلبي إلي لا صنفة لا صنفة، لكن كيف أقوم بحركة يعني تدعم الحالة الطربية الموجودة؟ حني قلبي إلي، هذه اللا صول فا أخذتها بطريقة أضغط على علامة اللا واليد اليمنى الريشة جاهزة على الوتر، ثم أقوم بما يسمى غليساندو أو انسحاب خفيف من علامة اللا تقريبا سنت واحد أو أقل على نفس الوتر، ثم أترك الوتر مباشرة لتظهر علامة الصول، ثم أذهب بالأصبع البنصر إلى علامة الفا مباشرة، وهكذا أكون قد أخذت العلامات الثلاثة لا صول فا، لكن بطريقة تطريبية. حني قلبي لي، إذن على وتر النوى على وتر الصول أنقر بنقرة ريشة واحدة فقط، هناك علامتين لا صول قبل علامة الفا يعني لا صول، لكن أنا أنقر نقرة واحدة أقوم بحركة ثانية أيضا تعطي أيضا شعور مختلف. حني قلبي علامة اللا موجودة في هذا المكان، علامة اللا نفس هذا الصوت، وعلامة الصول موجودة في هذا المكان، إذن لا صول لا صول، يبقى علامة الفا، تصبح الحركة التي تعلمناها، والحركة الثانية حني قلبي إلي حني قلبي إلي. أغنية السيدة أم كلثوم بعيد عنك التي لحنها بليغ حمدي، الكوبليه الثاني المقدمة الموسيقية له على مقام البيات أيضا يعني لا سي بيمول، نقرة واحدة على اللا ومباشرة أخذ السي بيمول بالإصبع التالية، تعطي الحنية الموجودة داخل هذا الكوبلي. والاهتزاز أيضا على علامة الفا، يعني هذه الحركة أساسية بالنسبة لمقام البيات، تعطي هوية البيات بدل من، هناك فرق كبير طبعا. إذن طبعا
ضمن إيقاع الأغنية، يعني أسرع من ذلك يعني بهذا الشكل. السيدة فيروز نسم علينا الهوى. صلى الله سي الله، هذه كيف تلعب؟ هذه الحركة، يعني أول مرة نقرأ نقرأ، في الإعادة هكذا تكون. هذا فرداش متواصل من علامة السي بيمول إلى علامة اللا إلى الصول، يعني ثلاث علامات بفرداش واحد متواصل، سي لا صول. فرداش، يعني لو بقيت على علامة السي